هل يجوز رمي القصاصات التي فيها أسماء الأنبياء مثلا؟ لا، احنا ينبغي الجرائد ونحو من ذلك قبل ما نأكل عليها أو نرميها إن احنا نحترز من لفظ الجلالة، نحترز من لفظ الجلالة، ولو هناك ألفاظ الأنبياء أيضا لكان في ذلك خير وبركة، بس لفظ الأنبياء الذي هو لفظ نبي يعني محمد عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه السلام، آدم عليه السلام، لكن واحد اسمه مثلا محمد وهذه على الحكاية ليس هو رسول الله فليس الأمر كذلك، يبقى الألفاظ الشريفة وأعلاها أسماء الله تعالى ثم أسماء الأنبياء لا يجوز لنا إن احنا نلقي بهذه القصاصات.